مساء الخير ومنورانا. مساء النور. مساء الخير. انت دموع يعني ذكريات يفتل الاب اب مهما كان صح. فعلا يعني من الكلام كان فني، كان انسان جميل، كان اب حنون قوي قوي. ما كانش لا من الابهات الشديده قوي ولا من يعني اللي سايبه يعني، بس كان اب جميل. ما مش متواجد كتير في البيت الا يوم الاجازه يوم الجمعه، بس برضو كنا، بس كان بيراعي اطفاله يعني. اللي عرفته انه والده حضرتك توفت مبكرا جدا. كانت اكبر واحده فينا سميه 10 سنين، وطارق الله يرحمه كان سنتين، فحطينا في دخلي في مدرستنا يعني سنه. بعدين اتجوز ماما عايده اللبنانيه، هي بقى ربتنا، هي اللي تولت تربيتنا وجابتني فين مريم. ايوه، فبقيتوا عيله كبيره. واللي عرفته انه اخوه كمان ترك اولاده. لا اخوه ما كانش متجوز، وكانوا اخواته كانوا اربعه. فاذا عبد المنعم ابراهيم ما كانش مجرد فنان كوميدي، ده كان يعني عنده قصص وحكايات. عيله كبيره، عيله كبيره جدا يعني. وبعديها برضو توفى جوز اخته، كان برضو بيشرف على تربيتهم، 6 اولاد.